عليكم، ازيكم يا شباب؟ اهلا بيكم في محاضرة جديدة من حل امتحانات النيوميركال الخاصة بالبنوك. سؤال حليناه في الحلقات الأولى، مش في الحلقات الأخيرة يعني، بسيط جدا. وقلنا إن لو أنت قالك أو سألك السؤال بيقول لك how much more or less، هتطرح رقم من رقم. لو الرقم طلع بالسالب هتقول less، بنفس قيمة الرقم اللي طلعت لك. لو الرقم طلع بالموجب هتقول more، بنفس قيمة الرقم اللي طلعت لك. وهي دي فكرة السؤال. طيب الجدول ده عبارة عن إيه؟ الجدول ده عبارة عن مجموعة من الناس اللي بياخدوا كوميشنز، بياخدوا عمولات أيا كان، يعني فكرة الجدول إيه أو كلام من ده. المهم إن هي متقسمة كوارترز، متقسم السنة على 4 شهور، كل كوارتر أو متقسمة أربعة، من جان لمارش، ومن أبريل لجون، ومن جون لسبتمبر، ومن أكتوبر لديسمبر. عزيز بياخد من جان لمارش 1875 كوميشن، مش عارف بوتل بياخد من جان لمارش 2075، واتنز بياخد من أكتوبر لديسمبر 2010 كوميشن عمولة، ما علينا. طيب يقول لك how much more or less commissions did بوتل اهو earn in October to December than in July to September. أكتوبر to December اهو 2170، then July to September، July to September اهو 2940. واضح ان الناتج هيطلع بالسالب، بس برضو نحسب ونشوف. اهو بيساوي 2170 ماينس 2940 هيساوي سالب 770. سالب 770 يعني لس 770، لس باي 770. الفرق ما بينهم لس أقل من، يعني 2170 أقل من 2940 ب 770 دولار. تمام، يبقى ده الإجابة اللي هو عايزها، لس، لأن الإجابة طلعت بالسالب. نخش في السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده who earned the highest commission in any quarter and with in and in which quarter. أولا بيقول لك مين قبض أعلى commission وفي أنهي quarter. أعلى رقم في الأرقام دي كلها أنا معلم لك عليه هو 3790، ده أعلى رقم موجود. مين اللي قبضه؟ قبضه عزيز. قبضه في أنهي quarter؟ في أبريل تو جون، من ابريل ليونيو. يبقى اللي قبضه عزيز، وفي الكوارتر هنا الاجابه هتبقى ابريل تو جون. تمام، ابريل تو جون. طيب how much more or less commission did Watten earn in Jan to June than in July to December. طبعا هنا فكره، يعني هو بيحاول يلعب عليك فيها ان هو ما بيديكش كوارتر وبتطرحها من كوارتر، لا، انت بتجمع اتنين مع بعض وبتطرح اتنين مع بعض زيهم. بمعنى ايه؟ بمعنى ان جان لجون، من يناير لجون، من يناير ليونيو، يبقى بجمع الرقمين دول واطرحهم من جولاي تو ديسمبر، جولاي تو ديسمبر، يبقى اجمع الرقمين دول. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا بعمل المنظر ده، هيساوي افتح قوس اقول الرقمين دول 2010 بلس 2385 ماينس 1945 بلس 2010 هيساوي 440. طيب اولا الناتج طلع بالموجب، فهيبقى مور. الناتج طلع بالموجب فهيبقى مور. انا عملت ايه هنا؟ قال لك من جان لجون، من يناير لجون ليونيو، يبقى انا جمعت الرقمين دول واطرح من جولاي تو ديسمبر، من يوليو لديسمبر، يبقى اجمع الرقمين دول واطرحهم من بعض، هيبقى الفرق 440. خد بالك الرقم اللي بيتحط الاولاني هو الطلب الاولاني، والرقم اللي بيتحط التاني، يعني مثلا في المساله التانيه دي
خلاص احنا كده عرفنا المسألة دي، بس ملحوظة أخيرة يعني عشان ما تطرحش غلط، لأن أنت لو طرحت غلط النتيجة هتطلع مختلفة، مش هتبقى لسه، هتبقى مور. من أكتوبر تو ديسمبر يبقى أحط الرقم الأولاني، أكتوبر ديسمبر أحط الرقم الأول، ناقص جولاي تو من جولاي تو سبتمبر يبقى أحط الرقم التاني، يبقى أطرح الرقم ده ناقص الرقم ده، تمام؟ عشان يطلع النتيجة بالسالب، لأن لو أنت عكست هتطلع النتيجة بالموجب والإجابة هتبقى غلط. هنا السؤال ده بيطرح رقم من رقم، ولا عشان كوارتر واحد، لكن هناك بيعمل كوارترين مع بعض وبيجمع أو تو كوارترز مع بعض وبيطرحهم من بعض، وهي دي فكرة السؤال. يا رب الدنيا تكون واضحة والفيديو يكون مفيد. بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.